أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين. السلام عليكم أيها الأولياء الأفاضل ويا أعزائي التلاميذ لأقسام السنة الثالثة ابتدائي. ها نحن اليوم نلتقي ضمن حصة جديدة في مادة الرياضيات. رقم الدرس 69، الموضوع قياس مدد الجزء الثاني، الصفحة 113. لا بأس أن نبدأ عزيزي التلميذ درس اليوم بالحساب الذهني. أحضر لوحتك أو كراس المحاولات أو ورقة خارجية وحاول أن تنجز فيها. مستعد؟ جيد. إليك هذه العملية الأفقية، 5 في ماذا تساوي 45؟ أعيد، 5 في ماذا تساوي 45؟ أحسنت، 9، 5 في 9 تساوي 45. نواصل، 20 في ماذا تساوي 2000؟ أعيد، 20 في ماذا تساوي 2000؟ أحسنت، 20 في 100 تساوي 2000. جيد، نواصل، 14 في ماذا تساوي 280؟ أعيد، 14 في ماذا تساوي 280؟ أحسنت، 20، 14 في 20 تساوي 280. لاحظ هنا الصفر، ها هو لـ20، ها هو هنا، وأما 14 ضعفها يعني في 2 تساوي 28، وهكذا يسهل الحساب. نواصل، 100 في ماذا تساوي 71400؟ أعيد، 100 في ماذا تساوي 71400؟ أحسنت، 714. لاحظ 714، إذا وضعت لها صفران من جهة اليمين سنقرأ 71400. جيد. وحدات قياس المدد وتحويلاتها، يوم واحد فيه 24 ساعة، يوم واحد فيه 24 ساعة، ساعة واحدة فيها 60 دقيقة، ساعة واحدة فيها 60 دقيقة، ودقيقة واحدة فيها 60 ثانية، دقيقة واحدة فيها 60 ثانية، ساعة واحدة فيها 3600 ثانية، ساعة واحدة فيها 3600 ثانية، ربع ساعة فيها 15 دقيقة، ربع ساعة فيها 15 دقيقة، ونصف ساعة فيها 30 دقيقة، ونصف ساعة فيها 30 دقيقة، وثلاثة أرباع ساعة فيها 45 دقيقة، وثلاثة أرباع ساعة فيها 45 دقيقة، وساعة كاملة فيها 60 دقيقة، وساعة كاملة فيها 60 دقيقة، ربع دقيقة فيها 15 ثانية، ربع دقيقة فيها 15 ثانية، ونصف دقيقة فيها 30 ثانية، ونصف دقيقة فيها 30 ثانية، وثلاثة أرباع دقيقة فيها 45 ثانية، وثلاثة أرباع دقيقة فيها 45 ثانية، ودقيقة واحدة فيها 60 ثانية، ودقيقة واحدة فيها 60 ثانية. أكتشف، يبين الجدول المقابل المواعيد التي يفتح فيها متحف المجاهد
برياض الفتح أبوابه للزوار. لاحظ عزيزي التلميذ، هذا هو جدول مواعيد فتح المتحف. ومتحف المجاهر برياض الفتح متواجد بالجزائر العاصمة تحت مقام الشهيد. جيد، نواصل القراءة. واحد، ما هو عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الأربعاء ويوم الجمعة؟ ثانيا، ما هي الأيام التي يكون فيها المتحف مفتوحا أكبر مدة؟ ثالثا، وصل رائد إلى المتحف يوم الاثنين على الساعة 4:15 مساء، هل يستطيع الدخول؟ نعم أو لا؟ إذا كان الجواب بنعم، كم دقيقة بقيت له قبل موعد الإغلاق؟ ملاحظة، لقد كتبت هنا في يعني تحت هذا الجدول، آخر موعد لدخول المتحف يكون قبل نصف ساعة من موعد الإغلاق. بعد محاولتك عزيزي التلميذ لإنجاز أكتشف، لاحظ الإجابة النموذجية لتقارنها فيما بعد بإنجازك. جيد، واحد، ما هو عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الأربعاء؟ لاحظ عزيزي التلميذ الجدول، أين هو يوم الأربعاء؟ ها هو، وبجانبه موعد فتح المتحف هنا، ومن الجانب الثاني موعد غلقه. جيد، إذا يوم الأربعاء يفتح المتحف في الساعة 10:30، يعني الساعة 10:30 صباحا، إلى الساعة 17:30، يعني الساعة 5:30 مساء. جيد، لاحظ عزيزي التلميذ، إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، إلى 10:30، هنا يتم فتح المتحف. لاحظ، نكتبها بهذه الطريقة، 10:30، وهو موعد فتح المتحف. لكي نصل أو نعد عدد الساعات في كل مرة، لاحظ هنا العقرب الأزرق الطويل يشير إلى الدقائق، والعقرب الأحمر القصير يشير إلى الساعات. جيد، إذن في كل مرة سيدور أو سيتم العقرب الأزرق هنا الطويل أو الكبير دورة كاملة. لاحظ هنا إنه يتم دورة كاملة. إذن إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، 11:30. وكيف نكتبها؟ جيد، نكتب 11:30 صباحا. جيد، نواصل. هنا كذلك إنه يتم دورة كاملة. إذن إلى كم تشير الساعة الآن؟ أحسنت، 12:30. ماذا؟ وكيف سنكتبها؟ أحسنت، سنكتبها بهذه الطريقة، 12:30 صباحا. جيد، نواصل. ها هو العقرب كذلك يتم دورة كاملة. إذن الآن إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، إلى 11:30 مساء. وكيف نكتبها؟ جيد، 13:30. نواصل. الآن سيتم دورة كاملة العقرب الأزرق الكبير. إذن إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، إلى 12:30، ونكتب 14:30 لأننا في المساء. جيد، نواصل. الآن إلى كم ستشير الساعة بعد إتمام العقرب دورة كاملة؟ أحسنت، 12:30، ونكتب 15:30، يعني 12:30 مساء. نواصل. وإذا أتم الآن العقرب الكبير دورة كاملة، إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، إلى 14:30. إذن كيف سنكتبها؟ جيد، 16:30. واصل. والآن إلى كم تشير أو ستشير الساعة؟ جيد، إلى كم؟ أحسنت، 15:30 مساء. إذن كيف سنكتبها؟ أحسنت، 17:30. جيد، هنا 15:30. لاحظ عزيزي التلميذ، لدينا وقت أو موعد بداية فتح المتحف، ولدينا
وقت إغلاق المتحف. هنا العشرة ونصف صباحا، هنا الخامسة ونصف مساء. السؤال هنا ما هو عدد الساعات؟ لقد أحصينا هنا عدد الساعات أم لا؟ هيا نعدها معا، 1 2 3 4 5 6 7. إذا عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الأربعاء كم عدد الساعات؟ أحسنت، 7 ساعات. ولكي ننجز ذلك بالعملية، لاحظ عزيزي التلميذ، نكتب 17 ساعة و30 دقيقة. دائما نكتب يعني الساعة التي تشير إلى يعني عدد أكبر. جيد، ثم لكي نحسب المدة نلاحظ وقت غلق المتحف ناقص وقت فتح المتحف لكي نجد عدد الساعات أو المدة. جيد، ثم نكتبها بهذه الطريقة، لاحظ الدقائق مع الدقائق والساعات مع الساعات. ثم نجري عملية عمودية، نبدأ بالدقائق لوحدها، 1 0 - 0 = 0، 3 - 3 = 0. هنا لقد أنهينا الدقائق، ننتقل الآن إلى الساعات، 7 - 0 = 7 و1 - 1 = 0. إذن عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الأربعاء هو 7 ساعات. جيد، نواصل مع المطلوب الثاني، ما هو عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الجمعة؟ لاحظ عزيزي التلميذ، أين هو هنا؟ أين هو موجود يوم الجمعة؟ ها هو، وهذا هو موعد فتح المتحف، وهنا هو موعد غلق المتحف. إذن يوم الجمعة يفتح المتحف على الساعة 14:00، يعني على الساعة 2 مساء، إلى الساعة 20:00، يعني إلى غاية الساعة 8 مساء. جيد، لاحظ إلى كم تشير الساعة هنا؟ جيد، إلى الساعة التالية. بما أننا هنا قد قرأنا 14، يعني نشير إلى الساعة 2 مساء، إذن هنا تشير الساعة إلى 2 مساء، 2 تماما. لاحظ لغيت هنا العقرب الكبير الأزرق والطويل يشير إلى 12، يعني إنها 2 تماما. جيد، لاحظ هنا يبدأ موعد فتح المتحف، وعندما يتم لاحظ العقرب الكبير دورة كاملة. جيد، إلى كم تشير الساعة هنا؟ أحسنت، 3 مساء. وكيف سنكتبها؟ جيد، سنكتبها 15:00. جيد، نواصل، وعندما يتم الآن كذلك دورة كاملة العقرب الكبير الأزرق، ماذا؟ إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، 4 مساء. وكيف سنكتبها؟ جيد، 16:00. ثم نواصل كذلك، لاحظ دائما بساعة كاملة. إذن إلى كم تشير الساعة الآن؟ أحسنت، 5 مساء. كيف سنكتبها؟ جيد، 17:00. نواصل دائما بساعة كاملة. جيد، إذن إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، 6 تماما. إذن كيف سنكتبها؟ جيد، 18:00. نواصل، ها هو العقرب الطويل يتحرك، وكذلك لاحظ وكذلك العقرب الصغير القصير الأحمر هو يتحرك بين الأرقام، يعني بالتوالي، لاحظ من كان في 6 فتحرك إلى 7، يعني يتحرك على حسب الأرقام المكتوبة فقط. جيد، إذا إلى كم تشير الساعة؟ 7 مساء. وكيف سنكتبها؟ جيد، 19:00. نواصل، ها هو يتم العقرب الأزرق دورة كاملة، إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، 8 مساء. وكيف سنكتبها؟ جيد، 20:00. لاحظ عزيزي التلميذ، هنا الساعة 8:20 يشير إلى موعد غلق المتحف، وهنا 14:00 يشير إلى موعد فتح
متحف. إذا ما هو عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الجمعة؟ لكي نجد عدد الساعات ماذا؟ لاحظ هنا كم من ساعة، كم من ساعة؟ هيا نعدها معا، 1 2 3 4 5 6. إذا عدد الساعات هنا 6 ساعات، عدد الساعات يعني المدة، ولحساب مدة فتح المتحف المتحف يوم الجمعة نقوم بعملية عمودية، فنكتب، لاحظ هنا، وقت بغلق المتحف ناقص وقت فتح المتحف لكي نجد المدة. جيد، ودائما لاحظ نرتب الوحدات لوحدها، هنا الدقائق لوحدها مينوت، وهنا الساعات أش لوحدها. فنبدأ، 0 - 0 تساوي 0، 0 - 0 تساوي 0، و0 - 4 لا نستطيع، فنكتب 1 بجانب 0، ونقول 10 - 4 تساوي 6، ثم نرجع الواحد إلى عدد العشرات في العدد السفلي هنا، 1 + 1 تساوي 2، و2 - 2 تساوي 0. إذا عدد الساعات التي يكون فيها المتحف مفتوحا يوم الجمعة هو 6 ساعات. جيد، نواصل مع المطلوب الثالث. ما هي الأيام التي يكون فيها المتحف مفتوحا أكبر مدة؟ لاحظ عزيزي التلميذ، لكي نتمكن من حساب أو إيجاد مدة فتح المتحف في كل يوم، لا بأس أن نظهر هذا الجانب في الجدول، مكتوب مدة فتح المتحف، ونستغني عن خانة يعني يوم الثلاثاء لأن المتحف مغلق، وكذلك هذه الخانة. عزيزي التلميذ، نبدأ بيوم الأحد، متى يفتح المتحف؟ على الساعة 10:30 صباحا إلى غاية 17:30، يعني إلى غاية 5:30 مساء. هنا لكي نحسب المدة، نبدأ بموعد غلق المتحف ناقص موعد فتح المتحف، لاحظ 17:30 ناقص 10 ساعات و30 دقيقة، لاحظ هنا 10 ساعة، هنا 10 ساعة و30 دقيقة، يعني 10:30. نواصل، فنحسب الدقائق لوحدها والساعات لوحدها، 0 - 0 - 0 - 3 - 3 - 0، ثم ننتقل إلى الساعات، 7 - 0 - 7 و1 - 1 تساوي 0. إذا يوم الأحد مدة فتح المتحف 7 ساعات، وبما أن يوم الاثنين لاحظ كذلك هنا، ويوم الأربعاء، إذا نخصص لهم كذلك يعني الرقم 7 بجانب كل يوم أو أيام الاثنين والأربعاء. لاحظ يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء يفتح المتحف 7 ساعات فقط. نواصل، وأما هنا لاحظ يوم الخميس، متى يفتح؟ متى يفتح عزيزي التلميذ؟ الساعة 12 صباحا إلى غاية 8 مساء. جيد، إذا ها نحن هنا نقوم بعملية عمودية، هنا وقت غلق المتحف ناقص وقت فتح المتحف لكي نجد المدة. جيد، الدقائق لوحدها والساعات لوحدها، 0 - 0 - 0 و0 - 0 تساوي 0، ثم نواصل مع الساعات، 0 - 2 لا نستطيع، نكتب 1 بجانب 0، فنقول 10 - 2 تساوي 8، ثم نرجع +1 بجانب الرقم 1 هنا، 1 + 1 تساوي 2، ثم 2 - 2 تساوي 0. إذا يوم الخميس لاحظ مدة فتح المتحف 8 ساعات، وكذلك يوم السبت نفس الشيء 8 ساعات. جيد، نواصل مع يوم الجمعة من الساعة 14 يعني 2 مساء إلى غاية 8 مساء، فنكتب 20، لاحظ هكذا، لكي ثم نحسب المدة، 0 - 0 - 0 وكذلك 0 هنا ثاني، ثم ننتقل للساعات، 0 - 4 لا نستطيع، نكتب 1 بجانب 0، 10 - 4 تساوي 6،
ثم نرجع هنا الواحد بجانب واحد للعشرات في الرقم السفلي. واحد زائد واحد تساوي اثنان، ثم اثنان نقص اثنان تساوي صفر. إذن يوم الجمعة مدة فتح المتحف يوم الجمعة 6 ساعات. جيد، نواصل. إذن الأيام التي يكون فيها المتحف مفتوحا أكبر مدة هي ماذا؟ لاحظ إليك هنا في كل يوم قد كتب مدة فتح المتحف. إذن ما هي الأيام التي يكون فيها المتحف مفتوحا أكبر مدة؟ جيد، أحسنت. يوم الخميس 8 ساعات، وكذلك يوم السبت 8 ساعات. نواصل مع المطلوب الرابع. وصل رائد إلى المتحف يوم الاثنين على الساعة 16:05، هنا الساعة 16:15، يعني على الساعة 4:15 مساء. جيد، هل يستطيع الدخول؟ نعم أو لا؟ لاحظ عزيزي التلميذ الجدول، أنا كتب يوم الاثنين، هنا المتحف يفتح على الساعة 10:30 صباحا إلى غاية الساعة 5:30 مساء. ولاحظ كذلك ما دون في آخر الجدول كملاحظة، آخر موعد لدخول المتحف يكون قبل نصف ساعة من موعد الإغلاق. قبل نصف ساعة من موعد الإغلاق، هنا موعد الإغلاق متى عزيزي التلميذ؟ أحسنت، على الساعة 5:30، يعني قبل نصف ساعة. حسنا، لاحظ عزيزي التلميذ الساعة إلى كم تشير هنا؟ جيد، 4:15، هنا إلى 4:15 مساء، وهو وقت وصول رائد إلى المتحف. جيد، ها هو. إذا لاحظ عزيزي التلميذ العقرب الكبير الأزرق، إنه يتم دورة كاملة، يعني قد قدر العقرب الأزرق هنا ساعة كاملة. جيد، إلى كم تشير هنا الساعة؟ أحسنت، إلى 5:15 مساء، ونكتبها بهذه الطريقة 17:15. لاحظ هنا 17 للساعة و15 للدقائق. جيد، إذا لكي نصل من 5:15 إلى غاية 5:30، واحد من 5:15 إلى غاية 5:30، كم سيدور العقرب؟ كم سيتم؟ أحسن، سيتم ربع ساعة، وهي بمقدار 15 دقيقة. إذن هنا الساعة تشير إلى 5:30. جيد، إذن هل يستطيع هنا رائد الدخول أم لا؟ نعم أو لا؟ لاحظ هو هنا قد دخل على الساعة 4:15، ولديه كل هذا المتسع من الوقت إلى غاية غلق المتحف، هل يستطيع الدخول؟ جيد، أحسنت، نعم يستطيع الدخول. حسنا، كم دقيقة بقيت له قبل موعد الإغلاق؟ كم دقيقة بقيت له قبل موعد الإغلاق؟ حسنا، لاحظ عزيزي التلميذ هنا كم بقي؟ حسنا، لنرى ذلك بالعملية العمودية. لاحظ هنا، لاحظ هنا 17:30، هنا تشير إلى وقت إغلاق المتحف، و16:15 هنا وقت وصول رائد. لكي نحسب المدة ولكي نجيب عن يعني الدقائق، كم دقيقة بقيت له، يعني يقصد هنا كم بقيت له، يعني المدة هنا يقصد بالمدة. جيد، نجري العملية العمودية مع الدقائق 0 ناقص 5. لا نستطيع، نكتب الواحدة بجانب الصفر، فنقول 10 ناقص 5 تساوي، وقبل ذلك نرجع الواحد هنا زائد واحد بجانب واحد هنا العشرات في الرقم السفلي، ثم 10 ناقص 5 تساوي 5، وواحد زائد واحد تساوي 2، 3 ناقص 2 تساوي 1. جيد، ثم ننتقل للساعات، 7 ناقص 6 تساوي 1، وواحد ناقص 1 تساوي 0. إذن بقي له من الوقت
ساعة واحدة وخمسة عشر دقيقة. واحد ساعة واحدة ها هي وخمسة عشر دقيقة وهي هنا، ويقصد بها الربع. إذا لاحظ عزيزي التلميذ، هنا كتبت ساعة وفي الأسفل 30 دقيقة و30 دقيقة. 30 زائد 30 كم؟ أحسنت، 60. 60 زائد 15، أسرع عزيزي التلميذ، حساب ذهني سريع، أحسنت، 75. إذا بقي له من الوقت يعني رائد ساعة وخمسة عشر دقيقة، أو نقول بقيت له 75 دقيقة. أنجز. غادرت العائلة على الساعة التاسعة صباحا إلى حديقة التسلية، حيث وصلت بعد 105 دقائق. أنقل ثم أحط توقيت الوصول الصحيح. 11 صباحا وربع، 9 صباحا وربع، 10 صباحا وخمس واربعون دقيقة، 11 صباحا وثلاثون دقيقة، 10 صباحا وخمسة عشر دقيقة. نواصل مع المسألة الثانية. تشرق الشمس يوم 21 من جوان أو من شهر جوان على الساعة 5 صباحا ودقيقة ودقيقتين، وتغرب على الساعة 7 مساء واثنان واربعين دقيقة. كم يبلغ طول نهار يوم 21 جوان؟ بعد محاولتك عزيزي التلميذ لإنجاز أنجز، لاحظ الإجابة النموذجية لتقارنها فيما بعد بإنجازك. إذا بعدما قرأت هذه المسألة واستوعبتها جيدا، لاحظ هذا الرسم. هنا صورة لمركبة أو سيارة العائلة، وهذا هو الطريق المؤدي إلى حديقة التسلية. جيد، متى غادرت العائلة؟ أحسنت، غادرت العائلة على الساعة 9 صباحا، نكتبها بهذا الشكل، ويعني ذلك وقت الانطلاق. وحيث وصلت العائلة بعد 105 دقائق، يعني مدة السير 105 دقائق. لكي نعلم عزيزي التلميذ وقت الوصول، هل نعلم عزيزي التلميذ وقت الوصول؟ لا نعلم. إذا لمعرفة ذلك يجب علينا أن نعرف مدة السير كم فيها من ساعة. قبل ذلك نكتب 105 دقائق ناقص 60 دقيقة، لاحظ ناقص 60 دقيقة تساوي 5 ناقص 0 تساوي 5، 0 ناقص 6 لا نستطيع، نكتب الواحدة بجانب الصفر ونرجعه في الأسفل للعدد السفلي. 10 ناقص 6 تساوي 4، وصفر لاحظ هنا صفر زائد واحد تساوي واحد، واحد ناقص واحد تساوي صفر. إذا 105 دقائق ناقص 60 دقيقة، وهي هذه، سيبقى كم؟ 45 دقيقة. إذا سيبقى هنا 45 دقيقة. جيد، لاحظ الساعة هنا، إلى كم تشير الساعة؟ أحسنت، تشير الساعة إلى تمام 9 صباحا. جيد، لاحظ هنا من الساعة 9 هنا لدينا مدة السير إلى غاية 60، يعني من هنا إلى هنا 60 دقيقة. إذا عقرب الساعة سيتم دورة كاملة لكي يدور 60 دقيقة. بعد دورانه لست دقائق، هذا العقرب القصير أو الصغير الأحمر لقد كان في الرقم 9، وعندما انتقل إلى 10 بكم انتقل؟ ما هي الخطوة؟ أحسنت، بخطوة واحدة. إذن 60 دقيقة تساوي ساعة واحدة. جيد، إذن عزيزي التلميذ لاحظ هنا بعد التاسعة، هنا التاسعة بعدها العشرة، لماذا؟ لأن 9 زائد 1 تساوي 10. جيد، وأما هنا 10 يعني على الساعة 10 و 45 دقيقة سيصلنا إلى هنا. لاحظ مما قلته، إذن وقت الوصول متى سيكون؟ لاحظ عزيزي التلميذ،
جيد أحسنت. إلى كم تشير الساعة؟ إلى 11 وماذا؟ وخمس وأربعون دقيقة. إذن سنكتبها بهذه الطريقة. لاحظ الساعة 10:45. لاحظ الساعة 10 ها هي هنا وخمس وأربعون دقيقة. ها هي. إذن وقت الوصول على الساعة 10 صباحا وخمس وأربعون دقيقة. جيد. إذن لاحظ السيارة هنا ستصل إلى حديقة التسلية في تمام الساعة 10:45 دقيقة. إذن هنا لقد وجدنا الإجابة أو توقيت الوصول الصحيح وهو 10. لاحظ هنا 10:45 دقيقة وهي هذه بالضبط. جيد. ننتقل إلى المسألة الثانية. تشرق الشمس يوم 21 من شهر جوان. لاحظ يوم 21 من شهر جوان على الساعة 5 صباحا ودقيقتين، وتغرب على الساعة هنا 19 يعني على الساعة 7 مساء و42 دقيقة. السؤال: كم يبلغ طول نهار يوم 21 من شهر جوان؟ لاحظ عزيزي التلميذ الشمس إنها تشرق من هنا. جيد. في أي وقت؟ أحسنت، على الساعة 5 صباحا ودقيقتين. وتغرب، لاحظ عند غروبها متى تغرب؟ أحسنت، على الساعة 7 مساء و42 دقيقة. حسنا. السؤال هنا: كم يبلغ طول نهار يوم 21 جوان؟ يعني لاحظ هنا طول النهار بأكمله. لكي نعلم ذلك لاحظ وكأنه هنا وقت البداية، بداية الشروق، وهنا وقت النهاية وهي وقت غروب الشمس، وهنا طول النهار يفيد المدة، مدة يعني سطوع الشمس في أو وجود الشمس في السماء واتضاحها. حسنا. هنا سنقوم بعملية من هذا الجانب، سنقوم بعملية أفقية، ومن هذا الجانب بعملية عمودية. نكتب هنا وقت الغروب هنا 19:42 دقيقة، يعني الساعة 7 مساء و42 دقيقة، ناقص الساعة 5 ودقيقتين، لكي نجد ماذا؟ طول النهار أو المدة. لاحظ سنجري هنا عملية العمودية، ولا ننسى بأن نرتب الدقائق لوحدها والساعات لوحدها. 2-2 تساوي 0، 4- ولا شيء تساوي 4، 9-5 تساوي 4، 1- ولا شيء تساوي 1. إذن لاحظ هنا عزيزي التلميذ، إذن يبلغ طول نهار يوم 21 من جوان كم؟ 14:40 دقيقة. لاحظ هنا المدة، هنا المدة. لاحظ عزيزي التلميذ، هنا يبلغ طول نهار يوم 21 جوان مدة 14:40 دقيقة. إياك عزيزي التلميذ أن تخطئ فتقول يبلغ طول نهار يوم 21 من شهر جوان على الساعة 2 مساء و40 دقيقة. لماذا؟ لأن الشمس لا تتوقف يعني في النهار كله، فقط يعني تظهر فجأة على أو نعيد مثلا إنها قد أشرقت صباحا على الساعة 5، ثم فجأة تظهر على الساعة 2:40 دقيقة. خطأ. وإنما نقول مدة، يعني مدة أو طول نهار اليوم 21 من جوان هو 14:40 دقيقة. تمرين: قارن بين المدد التالية باستعمال الرمز أكبر أو أصغر. لاحظ لدينا في هذا الشطر 1 أش يعني ساعة واحدة، وهنا 53 مينت أو 53 دقيقة. جيد. هنا 10 مينت أو 10 دقائق، وهنا 2988 سكوند أو
ثانية جيد. حاول عزيزي التلميذ أن تنجز هذا التمرين واستعن بهذه القاعدة أو هذه القواعد. يوم واحد فيه 24 ساعة، حسنا ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة، دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية، ساعة واحدة تساوي 3600 ثانية. حاول عزيزي التلميذ. جيد، إليك الإجابة الصحيحة. لاحظ عزيزي التلميذ أش وهنا منت، أين هي الوحدة الأكبر؟ أحسنت، إنها منت. إذن سنحول واحد أش إلى منت. إذن 53 منت سوف نبقيها كما هي أو 53 دقيقة. وأما ساعة واحدة، لاحظ هنا في القاعدة ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة، إذن سنكتب 60 دقيقة. ومن هنا لاحظ هنا منت وهنا منت، إذن سيسهل علينا أو ستسهل علينا المقارنة 60 و 53، الرمز سوف يتجه إلى 60 فنقول 60 أكبر من 53. وكذلك نعيد كتابة الرمز في الأعلى فنقول ساعة واحدة أكبر من 53 دقيقة. جيد، نواصل مع الشطر الثاني والأخير. 10 دقائق مقارنة مع 2988 سكوند أو ثانية، أيهما أصغر وحدة هنا؟ هل هي الثانية أو الثواني أو الثانية أم الدقيقة؟ أحسنت، إنها الثانية. إذن سنحول 10 دقائق إلى الثواني. لاحظ 2988 ثانية تبقى كما هي، وأما 10 دقائق فسنحولها إلى الثواني. نرجع إلى القاعدة، لاحظ دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية. أعيد، دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية. إذن كيف سنجد ثواني لعشر دقائق؟ لاحظ 10 دقائق هنا فيها الصفر في العشرة. إذن بما تخيل أنه إذا كتب هنا 10 هنا الصفر، إذن سنضع هنا صفر كذلك. إذن فماذا سنقرأ؟ أحسن، سنقرأ 10 دقائق تساوي 600 ثانية. إذن هنا لقد وحدنا وحدة القياس، هنا ثانية أو سكوند وهنا كذلك سكوند، وهنا 600 وهنا 2988. في هذه الحالة سنقول 600 أصغر من 2988. لاحظ عزيزي التلميذ أنا أقرأ من اليسار نحو اليمين، لذلك أقول هنا أصغر. بما أنني قد وضعت هنا الرمز أصغر كذلك أضعه في هذا الجانب فأقول 10 دقائق أصغر من 2988 ثانية. إذن عزيزي التلميذ فمن خلال ما سبق ماذا تعلمت؟ أحسنت، لإجراء عمليات جمع أو طرح على مقادير مدد نرتبها على المنوال التالي. مثال، لدينا هذه العملية العمودية للجمع، لاحظ نرتب الدقائق مع الدقائق ونجري عمليتها، وهنا الساعات مع الساعات ونجري العملية. حسنا، نبدأ بالدقائق. 2 زائد 1 تساوي 3، 4 زائد 1 تساوي 5. لقد أنهينا هنا جانب الدقائق، ننتقل الآن إلى جانب الساعات. 6 زائد 3 تساوي 9، 1 زائد ولا شيء تساوي 1. جيد، هنا لقد أنجزنا عملية جمع للمدد. نواصل مع عملية أخرى للطرح. لاحظ دائما لا ننسى ترتيب دقائق على حدة والساعات على حدة. 7 ناقص 7 تساوي 0، 3 ناقص 2 تساوي 1. لقد أنهينا جانب هنا تساوي 10 دقائق، لقد أنهينا إذن جانب الدقائق. ننتقل الآن إلى جانب الساعات. 8 ناقص 4 تساوي 4، و1 ناقص ولا شيء تساوي 1. جيد، هنا لقد أجرينا عمليات، هنا لقد أجرينا عملية جمع كنموذج وهنا الطرح كنموذج. جيد، وأما لإجراء مقارنة بين مقادير مدد نحولها بالمنوال الثاني. لاحظ عزيزي التلميذ دائما
يعني هذه التحويلات هنا 24 ساعة تساوي يوم واحد، ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة، دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية، وساعة واحدة تساوي 3600 ثانية. جيد، مثلا مثال، لاحظ لدينا هنا ساعتان، نقارن بين ساعتان وخمس وتسعون دقيقة. لكي نتم المقارنة علينا أن نحولها إلى أصغر وحدة موجودة. ما هي أصغر وحدة موجودة هنا؟ أحسنت، هي الدقائق. الدقائق أصغر من الساعات. حسنا، إذا 95 دقيقة سوف تبقى كما هي. وأما ساعتان، لاحظ هنا ساعة واحدة فيها 60 دقيقة، إذا ساعتان ضعف 60 أو 60 زائد 60 وتساوي 120 دقيقة. إذا هنا لقد وحدنا المدى الوحدة، هنا دقيقة وهنا دقيقة. حسنا، سيبقى لنا العدد 120 و 95 من هذا الجانب. سيسهل علينا الآن المقارنة، فنقول 120 أكبر، يعني 120 دقيقة أكبر من 95 دقيقة. جيد، وأما لحساب مدة معينة أو وقت الانطلاق يعني البداية أو وقت الوصول وهو النهاية، ننجز بالمنوال التالي. لاحظ مثلا هذا المخطط لكي تتذكره. عزيزي التلميذ، أنصحك بأن تحفظ أولا هذه التحويلات، وكذلك هذه يعني هذه هنا، لكي تتمكن من إنجاز المسائل للمدد. وكل مسائل المدد لديها إما وقت الانطلاق وهو البداية، والمدة أو طول النهار يعني كما رأينا سابقا، ووقت الوصول وهو النهاية. لكي تتذكر عزيزي التلميذ، لاحظ وقت الانطلاق زائد المدة تساوي وقت الوصول. لكي تعلم وقت الوصول ماذا؟ وقت الانطلاق زائد المدة. حسنا، لكي تعلم المدة، وقت الوصول ناقص وقت الانطلاق. ولكي تعلم هنا وقت الانطلاق ماذا؟ وقت الوصول ناقص المدة. جيد، ننتقل الآن عزيزي التلميذ إلى فقرة أتمرن. افتح كراس النشاطات في الصفحة 74 لكي تجد فيها درس اليوم بأنشطته وتمارينه. هذه التمارين إنها سهلة وبسيطة جدا. فقط في التمرين الأول عليك أن تبحث عن هذه المعطيات الموجودة هنا، وكذلك بعد إنهائك لهذه التمارين في كراس النشاطات، إليك كذلك هذه التمارين التدعيمية. أنجزها لكي تتمكن من موضوع قياس المدد. جيد، إلى هنا ننهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه الحصة، ولنا حصص أخرى تجمعنا بحول الله. شكرا لكم على حسن انتباهكم وكرم إصغائكم. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.